مساء الخير. بيقول المثل سيل الزيتون من سيل كنون. شو بخبرنا السيد نجيب مصلح عن موسم الزيتون؟ خلينا نشوف سوا بهالتقرير. الله، بس يقول ما فيش موسم زيادة، أحيانا عم توصل لل 200,000. أحيانا عم توصل لل 200,000. هلا السنة لا، السعر اليوم 100 دولار، 150,000 ريال. التنكي كم لتر؟ التنكي هي 15 كيلوغرام. ونحن بنستعمل كمان لهذا الحص اللي هو على الارض اليابس، بنعمله للصابون اللي بنظف وما له ريحه. ريحته كمان كثير منيحه. وهذه الارض دائما بنحرسها مرتين بالسنه كمان. يعني بايام الربيع، بالربيع بنحرس الارض، واكيد بنحافظ على الشجر، بنقلمه وبنقششه. بقول انه ما منيحه شجره الزيتون تنزرع حد البيت، صح هالشي؟ هلا هي بتلقط غبرة، بس انه اليوم كثير درجة، لا حساسية لا. بالعودة لطقسنا، طقس خريفي مستقر مسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، الحرارة معتدلة على السواحل ومنخفضة فوق الجبال، أما الرطوبة فعادية، البحر معتدل وحرارة 121 درجة. الليلة طقسنا بلبنان رح يكون غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجة الحرارة، ومنحذر من الجليد على الطرقات الجبلية بساعات الليل والفجر الأولى. لبكرة طقسنا غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بدرجة الحرارة، ومنبقى هلأ بجولة على درجة الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 11، على المرتفعات 5، بالبقعة درجتين والأرز درجة تحت الصفر، ومننتقل إلى جولة أخرى على درجات الحرارة اللي رح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية 14 برحبة، مننتقل من بعدها إلى أبي سمرة 21، رامات 21، الأشرفية 23، أما دير أنون ف 20، حبوش 16 درجة، ريق 15، عرسال 14 درجة، والكويخ 17. الرطوبة بتتراوح بين 50 و 75%، حرارة سطح الماء 21 درجة، وسرعة الرياح بين 8 و 25 كم/ساعة، رياح شمالية. وكيف رح يكون الطقس الليلة واليومين اللي جايين منشوف سوا. الخميس بتتراوح بين 11 و 23، نهار الجمعة بتتراوح أيضا بين 11 و 23، ونهار السبت بين 10 و 22 درجة. ومنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. القدس 15، دمشق 13، بغداد 16، الدوحة 28، الجزائر 16، تونس 17، وطرابلس 16 درجة. ومننهي مشوارنا بباريس 5. هيدا كان كل شي. باي.